نبدأ أولا في المضمضة والاستنشاق. أنتم تعلمون أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء، وهما داخلان في غسل الوجه، وهما داخلان عند غسل الوجه. ولذلك فإن الله عز وجل لم يذكرهما في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلم يذكر الله عز وجل المضمضة والاستنشاق. لما؟ لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، فمن لم يتمضمض ولم يستنشق فإنه لا يكون غاسلا لوجهه، فإنه لا يكون غاسلا لوجهه. عندما نبدأ بالميت فنغسل وجهه بإمرار الماء فقط، نسكب عليه ماء، أو بإمرار الماء مع خرقة على وجهه وهو الدلك، وهي المرحلة الأعلى من الغسل. فإنه يأتي قضية مضمضة الميت واستنشاقه، كيف يكون؟ أهل العلم يقولون لا يمضمض الميت بأن يدخل في فيه شيء، لأن في ذلك مثلة بالميت. قال الإمام أحمد: لو وضع ماء في فم الميت لانفجر بطنه من كثرة الماء يدخل فيضر عليه. إذن كيف يكون الاستنشاق والمضمضة للميت؟ ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الاستنشاق والمضمضة للحي لها صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء. صفة كمال وصفة إجزاء. الميت لا يشرع له إلا صفة الإجزاء، ولا تشرع صفة الكمال مطلقا. نذكر الفائدة صفة الكمال، ثم أذكر صفة الإجزاء التي تشرع الميت ولا تشرع التي تشرع الميت والحي، وأما الميت فلا يشرع له إلا صفة الإجزاء فقط. صفة الكمال في المضمضة والاستنشاق. أما الاستنشاق فإنه أن يدخل المرء ماء إلى أنفه ثم يستنشقه بفعله هو، شوف، ثم يستنشقه بفعله هو ثم يستنثره بيده اليسرى. نتكلم عن الفعل دون اليد، هل يكون في غرفة أم في أكثر. إذن يستنشقه هو ثم يستنثره نفسه المتوضئ. هنا الميت لا يستطيع أن يستنشق ولا يستطيع أن يستنثر، إذن فنقول إن صفة الكمال غير مشروعة للميت لأنه لا يستطيع فعل ذلك. طيب، صفة الإجزاء في الاستنشاق، قالوا هي وضع ماء يسير في الأنف عن طريق يدين أو قطن. فلو أن امرأة في حياته العادية أراد أن يتوضأ وفي أنفه أذى، لنقل جروح أو حساسية، ولو استنشق واستنثر لضره ذلك، نقول يجب عليك الاستنشاق، ولكن عليك بصفة الإجزاء، تجعل ماء في طرف أصبعيك ثم تجعلهما في أنفك، لأن الاستنثار سنة وليس واجبا. ليس واجب الاستنثار سنة، وإنما الواجب إنما هو الاستنشاق. فيكون الصورة على هذه الهيئة: الميت نقول إنما يشرع له صفة الإجزاء فقط، فيجعل قطن أو منديل على يد المغسل ثم يمسح أطراف أنفه التي يستطيع إدخال إصبعيه إليها. هذا هو المشروع في حق الميت. المضمضة، يقول العلم إن المضمضة صفة الكمال فيها هي فعل ثلاثة أشياء، هي فعل ثلاثة أشياء. الأمر الأول إدخال الماء إلى الفم، الأمر الثاني تحريك الماء في الفم، الأمر الثالث مج الماء من الفم. من فعل هذه الأمور الثلاثة فقد أتى بصفة الكمال في المضمضة. أتى بصفة الكمال في المضمضة. الميت لا يستطيع أن يحرك ولا يستطيع أن يمج، إذا ما بقي إلا إدخال الماء إلى فيه. ولو أدخل الماء إلى فيه لابتلعه، وهذا فيه مثله. فلذلك يقولون يؤخذ من صفة الإجزاء للحي فعل واحد من الثلاث، فعل واحد كما قال النووي، والصحيح أنه لا بد من فعل ثنتين: إما إدخال مع تحريك ولو ابتلعه، أو إدخال مع إخراج من دون تحريك. فمن فعل اثنين من الثلاثة التي ذكرت لكم في وضوئه وهو حي فقد فعل صفة الإجزاء. لكن الميت حتى هذه الصفة الإجزاء يمكن فعله، لأن تحتاج إلى فعل منه ولا يستطيع. لذلك يقول الفقهاء إن المضمضة في حق الميت هي تكون بإدخال خرقة فتمسح بها الأسنان وأطراف الشفاة فقط، ما عدا ذلك لا يغسل، لأن ما زاد من هذا الأمر فيه مثلة بالميت وضرر عليه.